يقتضي على الدين والوطن والإنسان، وكذلك دوره في الصفوف الأمامية في مواجهة العدوان السعودي. كان رجلا خدما مع جميع المجتمع المدني وغيره، وكان يسعى في خدمة الناس بكل صغيره وكبيره. أدوار بارزة عرف بها الشهيد لدى كل أبناء الشعب، سواء حنكته في السلك العسكري أو الدبلوماسي، ليكون رحيله فراقا في المكان الذي كان يشغله بالمهنية والآداء المتميز والرائد. اليوم نعزي ونتعزى على روح الفقيد الشهيد خالد الرضي، الشاب الشجاع ذات الخبرة، عمل بإخلاص وجد، وعملنا معه في عدة مجالات في المؤتمر الشعبي العام. كان رجلا فذا ذو عقلية ناضجة، قضى نحبه أيضا في سبيل الوطن. نأمل من جميع أن يستشعر خطورة الوضع وخطورة الانزلاق إلى مثل هذه المهاترات في هذه المرحلة، لأن ذلك ينسف الصمود الأسطوري لعامين ونصف بإثارة المشاكل الداخلية. ودع المؤتمر وحلفاؤه وأنصاره وكل أبناء الشعب اليمني فارسا وأكاديميا وعسكريا قولا وعملا، ترك في قلوب كل أقربائه وأصدقائه ومحبيه ميراثا وطنيا من الرجولة والبسالة والنزاهة التي تجذرت في قلوب أبناء الشعب اليمني الحر. أكرم سران، اليمن.